أن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازلنا نعيش أيام شهر الله المحرم، ولازلنا نتذكر بهذا الشهر الكريم ذكريات ينبغي لنا أن نقف عندها ومعها وقفات نستلهم منها العظات والعبر والدروس التي نستنير بها في ظلمة الدرب الذي نسلكه إلى الله عز وجل. هذا الشهر الفضيل أيها الأحباب لنا فيه ذكريات جمة كثيرة، عظيمة القدر جليلة. من ذكريات هذا الشهر الكريم أنه كلما حل شهر محرم، شهر الله المحرم، يذكرنا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في شهر محرم، ولكن التأريخ الهجري اتفق المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأ العام الهجري بشهر الله المحرم، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الهجرة المباركة التي لم يحدث مثلها في تاريخ الأمم والشعوب، هذه الهجرة التي يجب أن يترسخ منها في الأذهان والقلوب والأفئدة شيء واحد، من السورخ الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يمسر من يخسر فهم انت مسر اشتثنيتا من تعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة شرفها الله إلى المدينة المنورة، لم تكن هجرته ولا هجرة الصحابة رضوان الله عليهم بحثا عن الرزق، ولا بحثا عن طعام لم يجدوه، ولا بحثا عن فلل وقصور تعذر عليهم بناؤها وإنشاؤها في مكة، ولا تأسيسا لشركات ومعامل لم يتمكنوا من تأسيسها في مكة، ولا بحثا عن حرية مطلقة لم يتمكنوا من إيجادها في مكة. لا أيها الأحباب، هذه الأمور لم تكن نصب أعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين عيني صحابته رضوان الله عليهم. هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة لم تكن نزهة، ولم تكن رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، وإنما كانت هجرة شاقة على النفوس. رب سبحانه وتعالى قرنيت أكثر مكت، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. اسمع قتك أذفغ الإنسان زيد مهنس ذو قرنس تدهنس أذي اسمح ذي الأحباب ذي الأهل ذو خسي عز، هذا شديد على كل نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو الصحابة رضوان الله عليهم قفغن زيد موهنسن ها واحد ثنين قد غاسم ديني قروان غاسم توذرين غاسم التجارات غاسم أقرأ يتو غيت جندير وقت اني قيسي تسميني جن نهارا إجن غاس 50-60 دمية يرغمان تصور غا كيرين تمية كاتكات ذي الفيلا غا كيرين 15-16 تحونا غا كيرين ثمورة أغاكيري التجارة شركات إمبور إكسبور شركة الاستيراد والتصدير، هذا شيء نينا تخويض أتسمح الدماء نوية مرة وتسعى سدكوش شي ذا وغاكر حقت في سيدنا دي جن محاشد وتفغ الخيضان أترح تقوى الخيضان كشتا ميزغك الصغبيتي وهتاسد شاع
إوا قسم ما يكنوبي واش نسين شكدر عدو شي كتخويت قاقوب أمو يفغن الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مخلفا وراءه بيته وتجارته وماله الذي ورثه عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا هاجر أبو بكر، وهكذا هاجر عمر، وهكذا هاجر عبد الرحمن بن عوف، وهكذا هاجر عثمان، وهكذا هاجر صهيب الرومي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرتهم مغادرة للأرض والأهل ووشائج القربى وصلات الصداقة والمودة وتركا لأسباب الرزق، كل هذا تخلوا عنه لسبب واحد من يعنى الدين، العقيدة، الإسلام. سمح عندي ما نويا مرة ما يمي باش ادور نس الدين نسن باش راهو وزور خماني يجمش انا ذي سنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، واثني الشيد حد، واثني تكوى حد، واثني نقحد، واثني تعدم حد، واثني تي واحد رزق نسن، واثني نقطع ونسن ورتب ميخو الزن والزن. لا إله إلا الله والزن كلمة التوحيد التي باعها بعض المسلمين من أجل دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أزن أورنس الإسلام أورنس الدين نسن الدين الذي فارت ربعات يمسر من النهارة يسمح ذي الدين النس يسمح ذي الصلاة يسمح ذي العقيدة من أجل دريهمات باش شويت نتنعين دورو ذي النبنى المتادج العائلة نستكمر يتحشخ دمغاه النس يقارس عنك الطلاق الأبيض ومقع الطلاق الأبيض قيس انت الزواج الأبيض انت مرة دا بارشان أمر مرش نم طلاق نواد انت دي جندا شمرات ومقع الطلاق الأبيض الناس انطلق دير شواغض وها يخمي غنطلق دير شواغض باش شماذا مكش انت داه واحد مشري وكش انت داه واحد يخوتي غانا جما دي ربحة حيت ما تنصرين ميخ سوار السنن تفتحين يخ سوار وين تتكين السنن باش شماذا مكش انت باغا واحد مشري وكش انت باغا واحد زيد لا كاش قوا غارب ورشواغل غاستم غدا نتا ودا نطلق واهدي رشواغل باش نروح غدي هاد القدام غا نغني باش نقل شواغل خمن يخني ومن بعد يتعيش كيس دي هاد داه معليش ذوني نتا العدة عدو يتعيش دي الحرام ذوني نتا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والرجعة، في رواية الزواج والطلاق والعتاق. يعني خمي غيين بنادم يثم غاح نسقاش مطلقة وذي سبوثي راح تقاش مطلقة توحسن مطلقة لقواني وذبو غار قاضي قاضي وذا سيرو حبور حرجاري تمغاهينو رقاضي روحسر حرجارز تمغاه النص أما جاري تمغاهينو مرني غسقاش مطلقة مطلقة يقع الطلاق للقى توغا خيق غواد ودار ومكان خيق سمق الغضب المطبق الذي قال بعض الفقهاء انه لا يقع الطلاق معه هو ذلكم الغضب الذي يطبق على عقل الانسان فلا يعي ما يقول ولا يحس ما يفعل باش تقزر واقع هو سيدي امشروني غابني غشن خمني دغيفاق امني ويكين ولقى ناس قاهم تقدر تقرس من تقار مع أن حتى على هذا قول جمهور الفقهاء أنه يقع طلاقه ونتكي خذي الضوات باش تسلم يمسر من ربعة يمسر من النار آخر من دي تفكان ربعة يمسر من دي الدين. أنت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أم الزوان من دي تفكان باش الهاجر الدين. شتان شتان بين هجرة النبي وصحابته وهجرة بعض المسلمين في زماننا. أيها الأحبة في الله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وستبقى وستظل مدرسة على أمة الإسلام أن تتعلم منها
وأن تعي الدروس والعظات والعبر التي في ثناياها، وأن نستشف منها، وأن نستنبط منها ما نسترشد به في طريق سيرنا إلى الله تعالى. فهذه الدروس تبقى، كانت وستبقى نورا يهدينا في ظلمات الطريق، ويقودنا عند تشعب المسالك والسبل. أحبابي الكرام، أريد أن أركز نظري وأركز حديثي عن شيء واحد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار تغسي ورخ الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأعوام الماضية. نهار أخص غسي ورخيج نحاشت وها، نهار أخص غسي ورغك الشباب، نهار أخص غوجه رسالة إلى شباب الأمة، رسالة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى الشباب من حادثة الهجرة النبوية، رسالة إلى كل شاب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسالة إلى كل شاب يدين بدين التوحيد، رسالة إلى كل شاب يستقبل قبلة المسلمين، رسالة إلى كل شاب يقول أنه متبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى كل شاب يز ذمرقك ربي سبحانه وتعالى، ذمرقك النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى كل شاب السن اللي غيمث ذمرقه جايف انصدار به ذمرقك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يتخسج نحاشد ذمرقك الصحابة رضوان الله عليه كوريج زين غريخ زمان غنبوبي زي غير قا ربي ذنبي الصحابة يوم القيامة. رسالة إلى شباب الأمة، هل تعلمون يا شباب الأمة أن الإسلام ما قام إلا على أكتاف الشباب؟ هل تعلمون يا شباب أمة الإسلام أن الأوائل الذين اعتنقوا هذا الدين كانوا شبابا؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه كان شابا؟ شحغستوا غا النبي صلى الله عليه وسلم من ذي سل وحي 40 سنة، 40 سنة شاب. سيدنا أبو بكر الصديق أول وزيس يوم شحغستوا غا 37 سنة. الله أكبر، 37 سنة، صديق الأمة وخير الأمة بعد نبيها 37 سنة. عمر الفاروق الذي أعز الله عز وجل به أمة الإسلام واستجاب الله لدعاء نبيه فيه، قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، قال عبد الله بن عمر فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. يا شباب سنة مش حتغغص سيدنا عمر، سن مش حغستو غاون نزيتو غتاجيج يا ابو جهل ابو لهب ابو سفيان صناديد قريش، سن مش حغستو غا 27 سنة، 27 سنة. سن شحال تو غا الارقم بن ابي الارقم الذي وهب نفسه وداره للنبي صلى الله عليه وسلم جا 16 18 سنة. سن أسامة بن زيد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ليقود جيش المسلمين وفيه أبو بكر وعمر 16 عام. من تخسم دون داني غنظني العشرة المبشرين بالجنة مرة سر من دين الزيانة مرة شباب مرة شباب. تعلمون أيها الأحباب من الذي ساهم في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعلمون من الذي أعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة؟ أولهم كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أتطرق لعلي بن أبي طالب دعوني أقرأ عليكم أو أذكركم بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي في صحيح البخاري، وهي تتكلم عن أحداث ووقائع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغادرته
لبيت أبي بكر ومنزله إلى غار ثور. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بينما نحن جلوس، الحديث طويل، بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. يزغاس النبي صلى الله عليه وسلم كيجنها غوزينها، لأن تسعتني غوزينها ويكو واحد تيرين مرة ديك درينسن فوش تحار يخذها النبي صلى الله عليه وسلم. يزغا سيدنا أبو بكر الصديق غتسعتني باش واحد يزار حد يكتد التامخو غنبو بالنس القناع متقنع. إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. سعدة عمص وديوس النبي دي سعدة سعدة غادي يسدي فوشتي حارن شن حاج الدنيا يوذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن سيدنا أبو بكر صفه هكذا نتا يا رد سيدنا أبو بكر الصديق: الناس إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، إنما رد فاميليا يا رسول الله. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا أبو بكر فإني قد أذن لي في الخروج. قصيد ربي وشيء تسريح سالهجرة، لأن قبرته غير سيدنا أبو بكر ذي هاجا. الناس الجيش الجيش لعل الله يجعل لك صاحبة الجيش وتفغ شرخه. إن قيبكنا أنفغ جميع يسدي الناس أذن لي. إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحبة يا رسول الله، في رواية البخاري الصحابة يا رسول الله. صفي رسول أنفغ جميع أذن لك ذي رغنش رفيقك وصاحبك في هذه الهجرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إن سيدنا أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، لأن كان قد حبسهم وتغي من عثنين رغمان يجيهني عجفيهني تعبرني وسيدي باش خصنا إن سيخضع تنشي عجب الزيس. إن النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن أتصغل أتخذ صغر مع أن سيدنا أبو بكر الصديق وجود جمهور هذا معطين انتي تشيسا قرن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم باللي وذي المشن يجن أمن علي في صحبتي بأهله وماله شنو أبو بكر. ولكن دي تاني تين نس النبي صلى الله عليه وسلم أتصغر تين عاشر ما يمي باش تيري الهجرة من ماله الخاص، باش تيري الهجرة كل شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله عز وجل. شاهد غارث نشومنا عائشة: فجهزناهما أحد الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب نسمونا سن المكلي غشن قبريد. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها. أسماء تغت سديس وهو في منزل قد شد المكلة نشمو سنين المكلة نسجين تشارقزين وبحروا النس شد الزيس نش أمنا عائشة. فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مش حغاس تغاغ عبد الله بن أبي بكر الصديق الدور نسمين تغيعنا شحغاس تغاغ ذمزواس حس من تقر أمنا عائشة. وهو غلام شاب مشى ثقف لقن، سمقا ثقف لقن يعني حاذق يعني فطن يعني سريع الفهم حسن التلقي لما يسمعه ذغي ذفهيمي فهمت نتوز ديه الدوين يكسر بجن سرعة البديهة حذق نداريه ماني مخزن فهمت يكسر تدار به حسن التصرف النباهة الفتنة الذكاء. عبد الله بن أبي بكر الصديق مخزن يمسر من وتجبوها وين يمسر من ذي القناطح روحها ويدا حاشتين ويسن من دغيوي التذي فغزيها 2 متر وضسي ودامين غي خلم الصالة مازال عدوى السن ذي الفاتحة تشهد عدوة يحفظ الغسل الجنابة عدوة السين الصلاة الجنازة عدوة السين هذاش قام الصلاة كغاك 19 20 سنة ويزمر ذي قام الصلاة يتسدحى يتذذير عباية الناس ما يبيع لأنه السين شاء لأنه يوزو شاء لأنها قوض سقسة الأئمة يتزجز جودان يقارى شي تبدأ دوانا يبنادم تشغس قغس قيم الصلاة يقارى الله يوا كم سنة غير مسلة ما قشقة 40 سنة قرس اللحظة حد النظني إذا نستقف قيبا هذه قم الصلاة وها
يالله هذه قام الصلاة والله دومتينو نقندي في مناسبة نمنع المصحف نصدواري خصالوني كمر غاشويت 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 يوسيد تقصح هذا غاغنش أذقق المعيضة أذقق كورشي اسمي جدا محدد جود غاشك غاش رذي الجني وقذي زعمة بمنع المصحف ذيغا من غيغا كلام الله إذا غيوما صدار بزيس نزج ذي الصلاة وهو الكتاب كتاب هذه الأمة ما غو مرخبا من يثوض الأمة نغلاه والله لنقم في مناسبة للنسيبة بنت الداد كشان نغدر مصحف أنا غاشويت إن نغومي قان رمصحف أمي قان رمصحف يكاد الداد كبير يزوخ القرآن ويوفي ويوفي القرآن ويوفي كتاب الله إزي غنغا أحبابي الكرام تخمني نسوارخ الهجرة انت كاد بينا نغيس دقوزن دي الأمة والأمة سواتي ريشا يمو عبد الله بن أبي بكر كان حاذقا فطنا يتراح غاسن يتنوس قريش يتسرى لا قرون عائشة لا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه يعني المخابرات المخابرات من النبي صلى الله عليه وسلم يطرح نهاي كمر انت ذي مكة يتسرى من قام قريش يكسيد رخبا السادسة مرة من تقمين سوجدني النبي صلى الله عليه وسلم هذا راح النبي صلى الله عليه وسلم أسيكش الرابور هذا سيكش التقرير إذا سغيوكش أني تشين سيدنا أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يطرح سر بهاي متراس يتوضى رضا يتوي سن بهاي مدني غار ثور يتزياغي تشسن من سن السنية ترتيا مني كل الجناس المهمة شاب شاب كذلك أحبابي الكرام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يجيثنا أول فدائي في الإسلام أول فدائي في الإسلام يستنسدكم شن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يفغ النبي صلى الله عليه وسلم زيد الدهن نسبة شدي هاجة السنس ذكم شن النبي صلى الله عليه وسلم أليني شن يوم بعد يومين يوم من غير يوقع السنس ذكم شن النبي هو عادي عادي ما غير نيتو غادي يوسين غن النبي تقوى عن تحنزير خارجي والناس داري غادو قوسين غاسة تنغن وسين غاسة تنغن قاحز دهوان أذي راح ذكم شن النبي صلى الله عليه وسلم أثنغن دكم شان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف عن خص زريت علي بن أبي طالب وشو سجن ولو وما أدراك يمكن يمعليك الزيس انتاق من ناس خيات تعاون تسهل ذاس الخروج أثنغن انتقاما منه لأنه ساعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله كان وارد ومحتمل ومع ذلك ضحى بنفسه مش حاغس توغى علي بن أبي طالب نعم يسر مش حاغس توغى تسع سنين ناومي هاجا النبي صلى الله عليه وسلم شحال غاس توغا 22 سنة غيم سلم 13 سنة الدعوة المكية اني تخ 9 سنين يغاس توغا 22 سنة يتوغا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه 22 سنة من يهجي دابا بن 22 سنة من تقيدي الامة من يهجي دابا بن 32 سنة أبا بن 42 سنة أبا بن 52 سنة يلها سيدي قع أبا بن 62 سنة 72 سنة أما نجا غيم سرمن من نكي الأمة قال علي بن أبي طالب إضحى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنشر من ضحى من زين ضحى إضحى سرعمان نسقنشين وان النبوي مسرمن ضحى سرعمانهم وان النبوي مسرمن نغذي خفنهم الناس اللي مسرمن غام نعفذي الصالانهم الناس اللي يمسر من غا تضحس وقارو النوى هذا ايش حرام يقولنا شي مقارش وان قبو يخفن مش لله وجين غي يخفن لا وان قبو يخفن مش لله عاود قارو مسي محمد قوة جغولة بوهارية باش نشد سور خيش نحاسم عليك وتويرغ الأمة غا قليس عليك وتويرغ كشارع ليس استنكون الدخان عليك وتويرغ يمسر من ضيعنا الرزق نسند صحن نخفن سند تاون سند مغارين سند العمة
وغسوي رقع ولكن مازال زار غيقارو هندك في السن يمسرمن هل سيغي غسوار غير غدو قصري زور أنا هنا وزمات السند أورني مرمي غيا وغور السيدني وزمات السند مرمي غيا زمع بيور السيدني غلا سيقمور فكيتني قشينا يمقى يمسرمن بعد من يحرم ربي سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب 22 سنة هي وزيد عبد الله بن أبي بكر الصديق رنته كذا 20 سنة بضع وعشرون جثرته 29 سنة عامر بن فهيرة رنته شاب في العشرينات من عمره يوم بعد عائشة رضي الله عنها وأرضها رنته كاس وجد شاغستوها تامزين ياش النبي يقسور على المدينة وغاست 9 سنين يخذ بيت ذي مكة وغاست 6 سنين جاست سنين 9 سنين أسماء رضي الله عنها وأرضها طام الزياد شابة ردي مغارين عون انت الهجرة ردي مغارين عون انت الهجرة وذي جنت درس دام قراني اسمتنا في مغاري سوجد انتي شوية نيايا زني غين فعني الأمة ولكن مش قايا يزني تغس وجدنت يشتن رهم من نص الواد ساقوها مش قوايا زدغت السوجد يشتن رهم من نص التيك توك مش قوايا زدغت السوجد يشتن رهم من نص البنتورة موشان وهذا مكياج مش قرهم وايا زدغت السوجد يشتن رهم من نص هو تقلي مشي وشواف ذموضة في ديب فغندي السراور ذفاردة نس نجي فدن ذموضة إلى آخره تيني يود غي عبر ودي عبر الصحابة وهندي عبر نينا وهندي عبر وديابن خلفاء الراشدون وديابن التابعين الأئمة الأربعة وديابن الإمام مالك تابعين يماس الإمام الشافعي تابعين يماس الإمام أبو حنيفة تابعين يماس الإمام أحمد تابعين يماس سفيان الثوري الشعبي إلى غيرهم من الأئمة إن مرة أبنت يماس بالله عليكم من السوجن من السوجن الأمة شباب الإسلام شباب الإسلام الأمر على أكتافكم يقوم أخلصوا لله النية أخلصوا لله النية قوية سحشاء ونزبوشا عجل مستحيلة قشي وصن قابوي مسلمن رحت جاهدم ذي فلسطين نهارش لا 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 منوية تقرر طولات الأمور نهار ذي الحدود دين إلى آخره منوية ولات الأمور يتقرر منوية شنو غنغضي سوالو ولكن قرص الهجرة يقيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله ذوات المهاجرين والزنهارة ونزبو غير احنا ذي نغيخ نزيد غار ربوت مغير نقبع ذي ربحات الشني سلمان من دي نغي ينفع من دي ينفع الأمة من دي ينفع الأمة تخصائي الجن يمكن تغيز ما من نلقي الخاضر بقدم ذي مزيلة ما دي ينفع ولكن يروح ينغيخ نز تل الهجرة الحقيقية ذا نغيخ السن هجرة الذنوب هجرة الخطايا هجرة المعاصي شباب الإسلام الأمة نهارة تحتاجك النيو الأمة نهارة العذنو يسن الشباب مش حيسكوا يسن الشباب مش حيسكوا يسن إلا الشباب نمسن من مرافقنا الحركة الأمة تكمل لذلك قد تقلنا سنتي سيناف تذ تشمع تذ المسلسلات تذ المهرجانات ورنسنا ذي تعلق سالأندية كتازمين يتعلق زي سيدار بذن نبيل أحبنا يويا لأجل فريق هتشاهنا يويا لأجل فريق كرة القدم أقسم بيتي تقدم وقدم شد حفار جندي هاك مسغدين الغان غدي جنت الجج شي يجير نذا شي نودي واي تيشا قهم وان نقد توالي وان خبشيشا وان خبشيشا غايت مزيدة وين دي بوبريتن ماشي فكشان غي بيتي تنشمع فكشان غي وصفان حن صفان فارج ديها نقمو نقمو فكشان غفدني فكشان معليش شباب الإسلام أعداؤكم يعرفون قدركم ويعرفون قيمتكم شي مازال عطا ومازال عند المقير هذه السلسلة الكيري عيب والله عيب شكذا مسلم ذنبي سمسلم يا سيدي لله عز وجل لله عز وجل أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا، وبعد. أيها الأحبة في الله، تدرون في من نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية 206 سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذي تنزل الآية ثانيتا، نزلت في صهيب الرومي، صهيب بن سنان بن مالك الرومي. صهيب الرومي تواصل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تغيت عيش لمكة، ما رادوز تشان فرصة شان نهار أخاس نسيور خل حياة نس. صهيب الرومي تغد داجي هذه مكة تغد عريكو وتغيبو صعلوك، أي نعم يوزد وغسوان، ولكن تغد ذا تجاري ذكي، قد تجاري قري مغا يوزد ذي هجا. أواني النبي صلى الله عليه وسلم زكي هجا النبي صلى الله عليه وسلم تغي خصك هذه فغاك النبي تغي خص ذي هجا قريش تقلنا في عنقري فين قبري يهاجى النبي صلى الله عليه وسلم. أواناس يهاجى صهيب الرومي تبعيف قريش يميث غتب عن من عند القبري إن قربت غاسم إن أما والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم كنو تسلمي لنش زي الرومات المهرة خميغاو كثخ يجن فليتشا قد هسدا وضيع والنخ غني يشقى قد يستداوي يعني قا كني وفاتك غمارة. قال عكرمة: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما، الساس دي النسنا 40 سهم 40 فليتشات، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما. خصم غار التوهم قول الله حماني يشغط قوم الجن الجن السهمين تحماش كيخطن ديوم مرة إن اسم رقض نينا كمش حد يزاز يداز زيوم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل الشقت سنمين إلا ذا يزعن واتقذر واتجردك ورغذفة أكن نوقات لغسيفين ومريد قيمة ذي سخوفو سيقطو تسيار زمارة واتدك ورغذفة إما ذي هنغم إما كني ونغم. ننس يا صهيب جئتنا صعلوكا نهاوم يتوسيد توسيد قطوط صدوى غاكشا فكثر مالك بيننا ثقي ذاكرا كين غذا غان غي ثقي ذاكرا رخوت خصدا تكسي ذاكرا نغز يستفقد التويد محمد والله ما ذيري ما ناوي إن سنين نذوز ما غاك نهو ستي أخوة قراوها نشيت غير يذوز مشان نحاو ذاك الاتفاق من غانك إن سنين نسشن غمان يخمر غاكراين وقوافي بكسير شاب هذا وصفين غماني تخمر غلي الجمنة ناس يالله مع هذا نكيس إن سنروح تقوم شان موي فراني الزهدي ذا الداعين وغيش السجاق قد ديني حفاظ أتف ما قرينو ديني تكسين أقرا نسي كمر فدات تروح ذا من أقرا نسي كمر إجسنت إسيغي غل مدينة نتير حق غل النبي صلى الله عليه وسلم نتير قتل النبي صلى الله عليه وسلم صدحاشت من سينا إن رابح البيع أبا يحيى رابح البيع أبا يحيى رابح البيع أبا يحيى فتلا عليه هذه الآية كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي. بالله عليكم الخسؤال جواب ثيخس كنو قريج ندي جواب إخنس صهيب الرومي نمي سمح دقوة قرانس مرة ما تغيت راجع أذي رحك غن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ انتقبيتني ما تغيت راجع غادي يرحق النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وزيرني ما تغيت راجع غادي يرحق النبي صلى الله عليه وسلم سيني ويقرا نشي روحك رقصاري نموكش الفيلا ينقش في حنين اموني ما تغيت راجع شان المقابل السنه الذي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تغوس من غير فيني قمر هجان جينا جرانسن قوان غيجن تموت والو مين تغيت راجع صهيب مين تمني سمح للصحابه ذوك جرانسن مره صحابة يتوغى شباب ميمي من الزون الآية جوابنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
نهار شن الحزب السياسي خمني تسيع الملايين ديال الانتخابات السنين اللي خمني غيوضنا دي السيف مناكتا غادي يعرف مناكتا ولكن إن الله إن ابتغاء مرضات الله ويموين ربي سبحانه وتعالى خل المهاجرين تقريبا مرة أمو خسني إن النبي صلى الله عليه وسلم وخسني إن ربي سبحانه وتعالى إن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من الزن يا رب يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله وزنبوشن حشت النظنية ورضوانا غرضا سيد ربي وينصرون الله ورسوله وزن سنة ربي ذنبي إمين زيد سن يذبع سيد ربي إن سن أولئك هم الصادقون أذن ندي مسر من ستيد ذي ندي المؤمنين ستيد ذي نيجان ذي مسر من صادقون في إسلامهم وإيمانهم ودعوتهم وتضحياتهم أولئك هم الصادقون أحبابي من غد سوى خذنت النقاة مريك سيتو مسرم لله عز وجل نصرة لله ورسوله يشد دهب حرام يا يزن والله إذ ما تنغيز نزن دهب ننا ياسين محمد ربع عزيز ننا يرخنشين قاود ندور نتقذو غي السيور قدس نديو ذا نتصغن الدهبي ورا مي غايب ذا قارا يستغد خانت ما قارس سيدي وما الدهب حرامي وايز قارس مينا شي روحا من الشكمة دو سيدة قد تجارة مينا شي روحا يعني حتى النصيحة لا وغاك ورحكة نصحة لله وديمو أبعد أبعد خسنا تكل خوز ديف إني السنة الشغرين الله يزيك بخير بارك الله فيك لا قارو إن شي تعود بثارس إن شي سيادة إذني دي صبني ما يمي لأن الناس بعد يجن حشت حرام تصلات دي وتمو الغنوج نزي تمو بينا ما تنظلم الشباب النغني وحيد ونصنين جيرت مشي نتصطع ونغذي سيمان تصن أخاك ديك لا رقيب ولا حاسب ودي عرق عرخبة الزيجان هو من يأخوي الموسيقى يا سبحان الله تشرخس تقعد من ديرين يمسر من تيني ثاي بالله على قشيت الضري من غيني قيم كنت كنو فهم مخاز زي ولكن ذو من غجن حاج والله ما نقل على يزي الأمة توري مرة منوية والله ما نقل على يزي الأمة ما دام أن ذن زي شباب الإسلام ويجن عاد يز خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويز لسك عاد بندير الإسلام لا نفقد الأمل معليك تغى الأمة ثم مرة رعذو النغ والله العظيم رهنا نريايح نروضا نغتقل شو مرة من تقن الأمة يوم لذلك أيها الأحباب قد زريب سيمان يعدو زريب هاني الترثة زريب الشاب بني نغنوذة إن صهاينة والسين غوم رخبا ورا غوم ورخبا يوقف السفاق تبدا البطولة الإنجليزية تبدا البطولة الإسبانية قسم الجغني كاس العالم والسين غوم شين الفلسطينيين يخيني قتو تصنمو السين غنع راس ندرخ إيه ومن أنغي روح نديس نسي محمد هنا قين دي موانس وشين قين دي موانس أخان غيت متان خان أكامرة حانت نمار أنت في مذيو الشداخ الحدود متغرشو ذاين غاصل الغارة دي فلسطين وهاني نحن غاصل الغارة دي حتل العالم الحكم العالم يكمر غاصل الغارة دي حكم ينزر من مرة إن يجابهون الدبابات والرصاص بصدورهم لأجلنا دفاعا عنا ودفاعا عن مقدساتنا شن نموت حتى الشهيد بإذن الله إبراهيم النابلسي شحاغاس غاو النير نغيت نهار ثلاثة إذو خيث نسمقن إذو خيث يسنسيت الفاقن وزونا ثمغن وجدي جمهور غماطين يسلك عاود رمي ذن هاني ثلاثة سلمني مشكين نغينت تغال كيش انت الدهوة زمانا غاصة وغني تارك باباو سمينا سكين سكينة الصاروخ غادي الدهنات جنت تكمر باش ثمغن سنشحاغاس 19 سنة والله إلا 19 سنة ومي خاسو زوق وفي غي خرق دي شها 2003 مي يخرق 19 سنة يمين تعنا الرتبة النس قائد بارز ميداني لكتائب شهداء الأقصى قائد ميدان 19 سنة غي مسلمن مرمي ذكر 2022 والله إلا ذكر 2022 وجبوا ذي العهد من النبي لا ذي العهد النظر والله ما بس نقنتي الطول والله ما لويني أذهنان سيد سنسن
والله ما دايرين مليح. مين ترى ذي الأمة؟ شباب مشنوينا يقومون على إعلاء كلمة الله عز وجل. أحبابي الكرام، كوري جنزين مطالبة الذين وش من غنق الأمة أنصرح يخف النغوة صح، أنصرح يخف النغوة، أنا من عدي الدين نغن من عدي الصلاة النغ شن دهبة 18 تخوض مهن 18 نرموس قلس من بعد شن مسلسل أنسك ذي خف النغ أنسك الدودري النغ أنسك ذي رضشوع النغ أنا يري مليحة أنا عدريك ربي سبحانه وتعالى أنا بعدي ذو عاينت أنا بعدي أنا بعدي الديوثية بلا ذميقوا ذي ستنين متر وانت في قزات سيجيس نختم غاح النص في هذا 50 سنتي من كتاني في هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونخس نسيني بوني زعب فنجتيني ولكن قوى الله ربي سبحانه وتعالى وهي الساعتي بمنين والله لا سيدار بوهي الساعتي شتا مغاثته ويحق الزب مرة يجيسو مسلمته ويحق الزب مرة إذا مغاثه مسلمته ويحق الزب مرة تيوكتو مسلمته ويحق الزب مرة سنغي الله هذا يتاس نوذا نيس غياق خصوصا اني نجي وننطغوري ولكن من غانق قد ما نويا قباش اني قد دقا حرر قول الله ما ثنيني قوة خاص غاتك دونش تكمل يتغيم التبرج حرام يتغيم في مغاه وغاس ورحقة الصلاعي غا الجنس ولا ذي فات الدنس ولا ذي ذيري النس ولا لللللللللل غاس رحقة الصلاعي غبو منس ذي فاس النس على قول. أما ما عدا ذلك إما كان جمعية مرة الأمم المتحدة مرة أن نشر الدقل وتغيمة حرام بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إبراهيم النابلسي رحمة الله عليه تقبضي ثم السجواله لأن تسمى نيقوه تقبضي والله لا تقبضي ثم السجواله نشين نشين إما السروري وخاص خميت القورة أنت تسروري وخاص أمير واحدة مجال وما نوي ذو ديسبيين ما يمي الصهاينة تعمدنا ضنغني حنجاني مزيانا خمين الدوار مسقطو الطوس نتي حنجاني مزيان قال اسمي وغنينا ما دي بوهاليين ينقى حنجانا 4 سنين 3 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 9 سنين من سيقا السنة إلا وني غاد جا 9 سنين من بعد 10 سنين ديري غاس 19 سنة ديري قائد ميداني السنة إلا وني غاد جا 10 سنين من بعد 10 سنين ديري غاس 20 سنة ديري مهندس طيار السنين لو نقدر جهن 10 سنين بعد 10 سنين ذي رغس 22 سنة أذيري قائد رنت رنت جهاد خدموها الناس الدين لذلك كنت نتحكى أنت قبر يغيوغ نقارش نخس تجفيف سياسة تجفيف المنابع ولكن والله ما بوض والله ما بوض وحرم غزة من عند ذيس 300 ألف وحرم حكن ذيس حكن ذيس 300 ألف أمي وبذل ذيس نحكن ينهار مش حي جندي غزة ذي القطاع 3 مليون 3 مليون مرة من دي سنة نغير 3 مليون النهارة حس من القطاع من غزة يعني القطاع الأول دي العالم يتعيش محصرا 3 مليون دي القطاع لأن المساحة نستمزيا تغلي استرتمية ترس دور 3 مليون وصدق الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أمشي لذي سلبارة كان ربي سبحانه وتعالى لذي قوذاني لذي ثموهني أسأل الله عز وجل أن ينصرهم بنصره. اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم يا رب عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم يستأسدون على النساء والأطفال والشباب والشيوخ، اللهم يا رب لا مهلك لهم إلا أنت فأهلكهم بقوة من عندك، اللهم أنزل عليهم سيف انتقامك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشفنا اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم يا رب لا حول لنا ولا قوة لنا إلا الدعاء، فاستجب دعاءنا، استجب دعاءنا، اللهم يا رب تغمد موتاهم برحماتك، يا رب تغمد موتى إخواننا في فلسطين برحماتك، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء، اللهم اربط على قلوب أهلهم وذويهم،
اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم. اللهم يا رب اخلف لهم ممتلكاتهم التي ذهبت في سبيلك، اللهم يا رب اخلف لهم يا رب، صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل رزقهم كدا كدا. اللهم يا رب انهم يجاهدون في سبيل اعلاء كلمتك والدفاع عن حياض مسجدك ومقدساتك. اللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم. اللهم لا ناصر لهم الا انت، فانصرهم بنصرك القوي يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى واقض الدين عن كل مدين. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم يا رب انزل الشفاء واذهب الداء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا معهم في وفي زمرتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم يا رب إنا نسألك أن تميتنا على الإسلام، اللهم يا رب إنا نسألك أن تحيينا على الإيمان، اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعل خاتمتنا على خير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين، اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد، اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين، اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا هذا. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنة والدتنا، ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد، وأقم الصلاة واعتذر عنه.